وانت ايه اللي موقفك كده؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ عندنا نص اللوكان ده روح نضافه. اه عندك تنظيف قد كده اعمله. اه غلبان ايه ده؟ مش دي البنت كاميليا؟ دي كاميليا. اه مش دي اللي كانت شغاله في الريسيحسن؟ ريشنسن الريسيحسن ريشبسن ريشستم ريشبسنشت الريسمباليست ريشبشنشت شمباليست اتعلم بقى ريشبسنشت. انت حاج رمضان انت بتاع الانجليزي كله. وايه ده ليه لابسه اللبس ده؟ تقريبا نقلوها. نقلوها فين؟ ودوها روحهم في حفظ. اسمها ايه؟ اسمها ايه اللي هم بتوع الصوم حرفز دي؟ يا اهبل هوم ميد. الهوم ميد الله ينور عليك. ايوه كده اللي هي عامله نظافه. ايوه عامله نظافه. نظافه ايه يا كاميلي؟ ايه يا بنتي ايه اللي عمل فيكي كده؟ يا حاج رمضان يرضيك مدام امير تستغل عدم وجود مستر اكرم وتشغلني في النظافه. ايوه ما انت برضو يعني مستر اكرم ده يعني انت ما كنتيش سايباه في حاله يعني طول الوقت عماله تقولي له يا كوكو وبتاع. انت عرفت؟ لا لا ما حصلش الكلام ده يا حاج رمضان. تصدق عني كده؟ اه صدق. طب لا انا متاكد يعني. وبعدين ايه يعني سيبوك الشغلانه دي ومسكوك شغلانه النظافه؟ اه انا بقيت بنظف خريجه اللغات المحترمه. اه لا ملهاش علاقه الشغل مش عيب يعني. يعني بقيت انت مسؤوله عن النظافه للاسف. اه طيب يلا روحي نظفي اوضتي ونظفي بقيه النص اللي كان ده. لا 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 حرام والله. وايه اللي لا؟ لا يا حاج رمضان والنبي. هو ايه اللي لا يا بنت؟ تطلعي نظافي عند الاولى ولا هدهد؟ يا حاج رمضان هدهد ده هو المسؤول عني. انت هتاخدها خليها تنظف كل اللوكان ده. انا اوضه اوضه انت المدير بتاعها. انا المدير. اه انا رقيتك يا ربنا يبارك لك يا حاج رمضان. انت كنت بتاخد كام في العادي؟ كنتش باخد. خلاص خلاص ايه؟ رقيتك. أيوة. مش هتاخد خالص. يا الله يا سلام مقنع مقنع حتى وانت بتستعبطني. تعالي تعالي يا بيت. نعم تعال. ايه ده اسمها ايه؟ الزعافه. زعافه؟ لا الرفاهيه دي مش عندنا. الكلام ده ما ينفعش معايا. تسمع عن الريسايكلينج؟ اه طب أيوة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اه اكبر مثلا. ايه ده يا ايه؟ لا لا ده انت بتستعمله في النطاق ده جديد يا جديد ده يقعد له 5-6 سنين كمان. ايه الكلام ده؟ اه اه هتستخدمه في النظافه. شفت شفت انا بضحي ازاي عشان اللوكان ده؟ ضحي ايه؟ يلا يا بنت بينضفوا بده؟ ايوه بده. طب اتفضل. النهارده ما اسميش هودو اسمي مستر هوهو. ايه القرف ده؟ لا هو كده. طيب يلا تعالى. انت اتحجمت يا معلم. يلا حرام عليك هتموتها يا واد مخنوقه. اتفضل يا ولد الحقني. اوعى يا خش يا بنت. انا اشوف اللي عايزه تنتحر دي. بنت يا شماء انت يا بنت.